تلك الام سيسي رأسها تتميل ذات اليمين وذات الشمال، جرت وراءها جماعات من الشماكرة. اما ذلك السيلم هيدي فلقد تركته ياكل جبانة من الصيكوكي عند صاحب البحلمة البعنوكي. ولا تسأليني عن النبور والشعيبية، فهما وراء الصور يشملان البلية. عفو ربي عفو عنهما وعليا. النار يا الصاقه صبحت على ام كلثوم، المواويل والعواويل والانغام كتزلع، ما كاين غير المسخوط والمصغوط. وانت شتك ذكرتي اليوم اش واقع؟ انا والنوم حصه حب تضيعها العقروشه كل نهار، ولكن هاد النهار صبحت واحد الدجاجه كتقاقي الهجيه وعند روعة الحيط طلعتها المصار. واش انا خديت ولا جمعت انا كنشوف في الحلاقه؟ اسيادنا جمعوا راسكم حتى نجمعكم. يا لطيف يا لطيف جمع دابا نديروا ربي باش تشوفوا شكون اللي غايب. شراق الفنون كانت اخر فقره في مكابي التاريخ تهتم بدراسه الحياه الذاتيه لهتلر. نعم انه هتلر. كانت اسف الاوضاع اللي راكم فيها، ما تشوفونيش استاذه وتقولوا راني عشت مهنيه، راني قاسيت وتالمت باش ندير راسي مكانه وسميه. وعندك الحق اشراق، النجاح ما مرهوش بالاوضاع.